سمع الله لمن حمده، لمن حمده يعني لمن حمد الله عز وجل. وفي هذا دليل على أن الحمد يعد دعاء، لأن الذي يستجاب ما هو؟ الدعاء. ولذا جاء عند الترمذي في الحديث الحسن قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء الحمد لله، وأفضل الذكر لا إله إلا الله. وفي هذا فضيلة حمد الله عز وجل. والحمد كما سبق بيانه معنا هو وصف المحمود بالصفات العظيمة مع المحبة والتعظيم.